بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دوت أكشن سكريبت 3 تحت رعاية أكاديمية هماكو ووك فور لاين. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل ديجيتال كلوك أو ساعة رقمية. تمام، هنعمل كنترول إنتر نستعرض المشروع ده وبعد كده هشوف عملته إزاي. دي عبارة عن ساعة رقمية، تمام، فيها ساعات، فيها الدقايق، وفيها الإيه الثواني، وفيها تكست هنا بيحمل السترينج AM أو PM حسب صباحا او مساء. ده الوقت الحالي للجهاز، الساعة 6 47 دقيقة 48 دقيقة ايه صباحا. خلاص، طب وهو يبدأ يعد ده على فكرة ريال تايم، يعني ده الوقت الحقيقي بتاعنا اللي انا بسجل فيه دلوقتي. تمام، طيب، وطبعا لو الجهاز ساعته مش مظبوطة هيبدأ ياخد نفس الساعة بتاع الجهاز، هو بياخد الساعة من الجهاز. خلاص، طيب، عملت الملف ده ازاي؟ اولا هوريكم الملف معمول ازاي. تعال نحذف الاثنين فريم دول، ريموف فريمز. خلاص، خلينا في الفريم واحد. اول فريم عبارة عن ريكتانجل بريمتيف، عبارة عن مستطيل اللي هو الايه البريمتيف، عشان اقدر اعمل فيه الايه الكورنرز بتاعته اخليها راوندد شوية. تمام، ده شكل عادي خالص دخل فيها الايه الارقام. التاني، اللير التانية عبارة عن اتنين تكست فيلد، دايناميك تكست فيلد. طبعا دايناميك طالما هشتغل عليها بالاكشن سكريبت يبقى لازم تكون ايه دايناميك. الدايناميك تكست فيلد اللي هيعرض الساعة اسمه كلوك، والدايناميك تكست فيلد اللي هيعرض اي ام او بي ام اسمه اي بي. تمام، طيب، طبعا عامل امبيد للفونت اللي انا هستخدمه في ده وفي ده، عامل له امبيد طبعا عن طريق الايه الامبيد اللي هنا. خلاص، طيب، ولازم طبعا اعمل له امبيد عشان خاطر تقدر تشتغل على الدايناميك تكست. بالنسبه بقى للاكشن، انا همسح كل اللي في الاكشن ونبدا نكتبه مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام، طيب، في البدايه عشان اقدر اتعامل مع الديجيتال كلوك لازم هتعامل مع كلاس اسمها ديت. كلاس اسمها ايه؟ ديت. الكلاس اسمها اللي هي اسمها ديت دي فيها كل شيء خاص بالتاريخ وبالوقت، بالديت وبالتايم. خلاص، طيب، هعمل فاريبل هيحمل الكائن ديت، هقول var هسميه now الان، طبعا اي اسم هيكون نوعه ديت. تمام، يساوي new ديت. طيب، ده انا عملت كائن من الكلاس ديت. هعمل بقى الايه، هعمل متغيرات بتحمل الساعات، متغير يحمل الساعات، ومتغير يحمل الدقائق، ومتغير يحمل ايه الثواني. هعمل var h اختصار كلمة hour ساعة. تمام، هنا ممكن اديله قيمة بيانات وممكن ما اديلوش. انا مش هديله نوع بيانات بحيث ان هو هيقبل اي نوع بيانات ياخده، خلاص، ومش هيلتزم بعمليات معينه. يعني مثلا لو سترينج وجيت اضيف عليه رقم هحطه في تكست فيلد وهو رقم، مش هتفرق معايا خالص. تمام، طيب، هيساوي ايه؟ هيساوي ناو دوت دوت ايه دوت اورز. تمام، يبقى الفاريبل اتش يساوي ناو دوت اورز، الفاريبل ام اللي هو المينتس هيساوي، مش هديله برضه نوع بيانات، هيساوي ناو دوت مينتس. تمام، برضه السكندس نفس القصه، هكتب var s يساوي ناو دوت سكندس. طيب، ده كده انا عرفت المتغيرات اللي انا هستخدمها داخل التكست فيلد. داخل ايه؟ داخل التكست فيلد. هقول ايه؟ هو التكست فيلد بتاع اللي بيحمل الساعة اسمه كلوك، هقول كلوك دوت تكست، الكلوك دوت تكست يساوي
يساوي ايه؟ هيساوي الساعات زائد زائد طبعا اللي هي الكونكاتينيشن زائد الدقايق زائد الايه؟ زائد اللي هي خاصة بالسترينج مش اللي هي خاصة بالعمليات الحسابية اللي هي بتعمل كونكاتينيشن او ربط بين النصوص. هكتب اتش هعمل كونكاتينيشن بسترينج اللي هو الكولن عشان يعمل لي النقطتين اللي فوق بعض دول ما بين الساعات وما بين الدقايق زائد المينتس زائد كونكاتينيشن بالكولن تمام زائد الايه الثواني. خلاص كده لو شغلت كنترول انتر هيعرض لي الوقت في الايه في النص. بس خلي بالك الوقت بتاعي مش بيتقبضت معايا، والستة الساعة 6 بقت ايه؟ بقت 1 ديجيت يعني رقم واحد. المفروض الستة احنا متعودين في الساعات الرقمية ان الستة دي بتكون 0 6، الخمسة بتكون 0 5، الكلام ده هنحله. طيب وال الثواني مش بتتقبضت ليه معايا؟ مش بتتحدث ليه معايا مع الوقت مع كل ثانية؟ ده بسببين، اني اول سبب اني انا عندي فريم واحد، تاني سبب ان انا مش مشغل تايمر مثلا يزود لي الرقم ده كل ثانية. طيب واحد هيقول لي طيب انا عايز اخلي الثواني تتحدث، انا مش هستخدم النهارده تايمر، قلت ان انا مش هستخدم تايمر، هستخدم حاجه جديده ان انا هزود فريم في التايم لاين، هقول انسرت فريم. طيب الفريم ده مهمته ايه؟ مهمته ان التايم لاين يفضل شغال، يعني التايم لاين هيبقى على الفريم الاول، اول ما يشتغل المشروع هيروح على التاني طبعا بسرعه الفريم ريت ويرجع الاول فيتنفذ الكود تمام، فيبدأ يقبض ويرجع للتاني ويروح للأول يبدأ يقبض تمام وهكذا، هيفضل شغال كده على طول الايه ويقبض في الايه في التكست في، لأن الكود هيتنفذ معايا في كل مرة العمود القارئ ده هيروح على الفريم الأول. خلاص لو عملت كنترول انتر هلاقي الثواني معايا ايه بدأت تتقبض. خلاص طيب عايز احل بقى مشكلة الرقم ده وعايز اشغل النص اللي هو الاي ام والبي ام اللي يعرفني ان الساعات كده انا صباحا ولا مساء. وعلى فكره كده انا دلوقتي ما حددتش حاجه اسمها صباحا ومساء، يعني انا دلوقتي لو سبت الساعه دي كده شغاله هاجي الساعه 1 الظهر هلاقيها الساعه 13، الساعه 2 الظهر هلاقيها الساعه ايه 14 وهكذا. طيب نشوف بقى هنعدل ايه في الكود. تعالوا نعمل هنا كومنت نفصل هعمل ايه؟ هعمل اف، هقول ايه؟ هقول اف اف ايه؟ هقول لو الساعة اكتر من 12 عشان خاطر بقى اشغل الاي ام والبي ام، هقول لو الساعة اكبر من 12، هقول لو الاور اكبر من 12 ايه اللي يحصل؟ خليلي الساعات ناقص يساوي 12. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الساعات او المتغير بتاع الساعات خليه نفس متغير الساعات ناقص 12، يعني لو كان 13 يبقى 13 ناقص 12 يبقى الساعة واحدة، واحدة مساء طبعا. خلاص؟ لو الساعة مثلا 19 يبقى 19 ناقص 12 يبقى الساعة 7 مساء. خلاص؟ هي دي الفكرة، ان انا بنقص 12 لو الساعات اكبر من ايه؟ من 12. عشان اشغل صباحا وايه؟ ومساء. طيب الاي بي دوت تكست، التكست بقى اللي هيحمل صباحا ومساء في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون مساء طبعا تمام، في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون مساء طالما انا اكبر من 12. يبقى هقول ايه؟ بي ام. طبعا بي ام دي اختصار كلمه اصلا لاتيني اسمها بوست ميريديام اللي هي بعد منتصف النهار، والاي ام اللي هي انتي ميريديام اللي هي قبل منتصف النهار. هو شغالين التوقيت قبل الساعه 12 الظهر ولا بعد الساعه 12 الظهر؟ خلاص عشان تفهم ليه احنا بنقص 12 من الساعات لما يكون بقى اكتر من 12. طيب بالنسبه بقى لايه إلس، لو هي اقل من 12 إلس، خلاص يعني بقول اكبر من 12. طب إلس لو هي اقل من 12 خلي الاي بي دوت تكست هتخليه ايه؟ طبعا هنخليه اي ام تمام. طيب كنترول انتر هتلاقوا الاي ام والبي ام شغاله، اشتغلت معايا الاي ام لان انا دلوقتي ايه؟ دلوقتي صباح. طيب الحاجات التانية بقى اللي هي الخاصه بالسته انا عايز اخليها 06
والدقايق لو هي مثلا 5 عايز اخليها 0.5، والثواني عايز اخليها مثلا وهكذا، ايه يكون فيها صفر قبل الرقم بتاعها لو هي اقل من 10. خلاص يبقى اقول ايه؟ هقول اف، هقول لو الساعات تمام اصغر من 10، يعني من 0 لحد 9 هتعمل ايه؟ يبقى الاور يساوي، هعمل كونكاتينيشن. طبعا الكلام ده انا فوق ما اعطتش نوع بيانات للاور ولا للمينت ولا للسكند، عشان كده لان هم اصلا نمبرز وانا هحط عليهم ايه نص. فانا لو كنت حددت نوع بيانات مثلا نمبر كان هيديني هنا خطأ، لان انا بحاول اديله قيمة ايه سترينج. يبقى هقول 0 زائد اور. خلاص ده معناه ايه؟ معناه ان انا بحط 0 قبل عدد الساعات لو هو اقل من 10، يعني لو 5 يبقى 0.5، لو 2 يبقى 0.2، تمام، لو 0 يبقى 0.0، وهكذا اللي هي الساعة 12 بالليل يعني. طيب الكلام ده هكرره مع ايه؟ هكرره مع الدقايق ومع الثواني. كنترول في كنترول في، هغير دي لمينت، كنترول زي ودي المينت ودي المينت، خلاص، ودي هغيرها للسكند، تمام. يبقى كده بقول لو برضو لو الدقايق اقل من 10 ضيف لي صفر قبل الدقايق، لو الثواني اقل من 10 ضيف لي صفر قبل الايه قبل الثواني. اعتقد كده ان كل شيء بقى تمام. خلي بالك جهز كل ده وفي الاخر اعمل سيت للتكست اللي هو الكلوك، خلاص ما تعملش ده بعديه. طيب كنترول انتر، لسه هشتغل زي اول بريفيو عملته في الدرس. بدأ الستة حط لها زيرو، والثواني هتلاحظوا ان الثواني الصفر بقى قبلها صفر، الاتنين قبلها صفر، التلاتة قبلها صفر، وهكذا لحد كام؟ لحد 9. العشرة هتبقى طبيعية خالص، تمام، زي ما انتوا شايفين. خلاص لان انا مش محتاج الصفر، خلاص بقى عندي ايه؟ بقى عندي الرقم تو ديجيتس، بقى عندي عبارة عن رقمين مش رقم واحد. خلاص طيب، يبقى ده كان درس النهاردة عن الساعة الرقمية، وعرفنا ان الابديت بتاعها اهم حاجة. اعمل ابديت ازاي؟ اعمل ابديت عن طريق الفريم الزيادة اللي انا هحطه فين؟ في الستيج، وهبدأ استخدم اللي هو الديت كلاس. طبعا الديت كلاس لو انا عملت عليها ايه؟ عملت عليها هيل، هتلاقوها فيها حاجات كتير عن كده، يعني فيها حاجات كتير عن مجرد ان انا استخدم الاور او المينتس او السكندز، هتلاقوا فيها حاجات كتيره خاصه بالايه، خاصه بالتاريخ وبالوقت. انا فتحتها في الايه، في الادوبي هيلب، تمام. طبعا دي البروبرتيز، خلاص، في هديه على فكره، تمام، والاورز والملي سكندز والمينتس والمنث، طبعا لو انا هستخدم الديت التاريخ. خلاص في بقى ايه مسج هنا خاصه بالجيت ديت والجيت دي، حاجات كده ايه فيها شغل تاني. انت المفروض ان عرفتك ازاي تدخل تستخدم موقع الهيل، ادخل وافتح كل واحده من دول وشوف الدنيا فيها ايه، وبعمل الكلام ده ازاي، وبستخدمه في ايه، وازاي اعرض التاريخ بتاعي، وازاي اعرض الايام بتاعتي، وهكذا، تمام. لان انا ممكن اعمل جنب الساعه دي اعمل الايام، يعني النهارده يوم ايه في الاسبوع، تمام؟ طيب ده كان درس النهاردة، أشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.